وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني أنهم إذا قابلوا أهل الإسلام أظهروا أنهم يماثلونهم، بينما إذا ذهبوا إلى شياطينهم، هنا أضاف الشياطين إليهم ليبين أنهم زعماؤهم الذين يصدونهم عن دين الله. فحينئذ إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فيه أن الاستهزاء ليس من شأن أهل الإيمان، حتى الاستهزاء بالعدو الكافر وبالمنافق ليس من شأن أهل الإيمان، إنما شأن أهل الإيمان الرد بالحجة وبيان الحق بالمحجة. وأما الاستهزاء فهذا شأن أهل الإلحاد وأهل النفاق ممن تقصر عقولهم، فيكون غاية أمرهم أن يستهزئوا بمن يقابلهم. وفي هذا نهي عن الاستهزاء، وأنه ليس من شأن أهل الإيمان، بل شأن أهل الإيمان أن ينزلوا الأمور منازلها وألا يسخروا من عباد الله، وإنما يكونوا ممن أوضح الحق وبين الحكم الشرعي. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل يجازي العباد بجنس أعمالهم، ولذا قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والاستهزاء الأول من الكافرين بالمؤمنين وبشرع الله عز وجل هذا على جهة السخرية وجهة التنقص لمن يقابلهم، وأما من الله عز وجل فهو على جهة المقابلة.